رجعنا احنا وياكم مشاهدينا لقاعه صعب سليم بالمناره للقاء الرياضي وبيروت المباراه السادسه. راح استضيف استاذ مروان حايك رئيس مجلس اداره شركه الفا يلي صار حدي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يعني دائما عم نشوفك بالملاعب. بدنا نحكي عن المباراه السادسه يلي هي كانت من حق الفا وحضرتك، يعني شو صار لحتى رجعت انفتحت فري تو اير المباراه؟ هلا مثل ما كلنا بنعرف نحن من اول طريق فتنا بشراكه نحن والاتحاد والال بي سي، ولا مره قلنا نحن فايتين لحتى نحتكر اللعبه او حقوقها، بالعكس نحن فايتين حتى نساعد ونخلي الجمهور صحيح عنده وسيله ليحضرها، لانه مثل ما كلنا بنعرف كنا عم نعاني من مشكله خصوصا ماديه باول موسم للتمويل، نحن لقينا البديل ولقينا الحل. اليوم اللي قررناه سوا نحن والاتحاد والال بي سي انه نفتح الهواء لكل الناس اللي بيحبوا الرياضه بلبنان والباسكتبول بالتحديد، لحتى نثبت كمان مره انه نحن مش فايتين لحتى لا نحتكر ولا لحتى نضايق اللعبه، بالعكس بدنا الجمهور يكون موجود بالملعب مثل ما شايفين، وبنفس الوقت عبر الشاشه عم يحضروا عبر الفا سبورت كمان عم يتابع كل الجيمز. صحيح. يعني حكينا هذيك مره عن الايفالويشن لهالموسم، حطيتنا بالجو الموسم المقبل، شو راح يصير بالموسم المقبل؟ بنعرف انه فايتين على اكثر من رياضه كمان، مزبوط. يعني مثل ما كانت هالسنه يمكن موسعين كمان اكثر. مزبوط، فينا نقول انه كانت تجربه كثير ناجحه لحد هلا بالنسبه لاول موسم عم نخوضه كالفا سبورتس. عم نبني على تعلمتوا منه كثير. ايه اكيد. عم نبني على تجربتنا بالباسكت بول لحتى نعممها على بقيه الرياضات، الفولي بول بلشناها هالسنه وان شاء الله الفوتبول بتكون معنا وغير رياضات كمان بيكونوا سنتين. قد ايه قريب الفوتبول تكون موجوده على الفا؟ الفوتبول تقريبا شبه جاهز، في شويه هيك بس امور تقنيه او اداريه اذا بدك بنخلصها بالموسم اللي جاي وبنطلع الهواء ان شاء الله. وبتكون معقوله كل المباريات مثل كره السله؟ مثل الباسكت بول، نفس المبدا نفس المبدا. نحن فتنا بهالمجال هيدا لحتى نكمل، لحتى نضيف فاليو او قيمه، اذا لحظه بنلاقي انه ما بقى عندنا قيمه نضيفها رح ننسحب من الموضوع، بس مثل ما شايفين اليوم في عندنا كثير شيء كثير كبير عم نقدمه للرياضه بلبنان، نحن مستعدين نكمل بهالحمل هيدا. انا بعرف مروان حايك حدا شخص طموح جدا. شو الشيء اللي حسيته بالالفا سبورت اب هالسنه كنت تتمنى يكون من هالسنه وما صار؟ بدي اقول لك انه انا كان على بالنا انه الفا سبورتس تكون تحتوي كل الرياضات بلبنان ومش بس بلبنان، من كل المنطقه، يعني نقدر نقدم كونتنت للبنانيه بضاهي اللي عم يشوفوه بغير وسائل اعلاميه بالمنطقه، هيدا الشيء عم نشتغل عليه، مش رح نحكي شيء هلا على الهوا ونقعد شيء، بس ان شاء الله بالموسم اللي جاي رح يكون في عندنا كثير قصص نقدمها للبنانيه. انا بتشكرك. يعطيك العافيه. ان شاء الله اليوم بنقدم الكاس. انت كمان رح تقدم اليوم الكاس، وانت اصلا سبونسر كمان بعده انديه، يعني كشركه الفا. هي بطوله الفا بشكل عام، ان شاء الله اليوم يكون في. وهي البطوله اسمها الفا يعني. 100%. بتمنى على كل حال التوفيق للفريقين. يعني انت عم تقدم الكاس، يعني عم تحسم الامور 4-2. لا هلا بيزعلوا منك. لا اول هاف هلا في بعد مش واضحه. يلا بدي اتشكرك استاذ مروان حايك.